يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده السادسه بتبدا مع حضراتكم، تحياتي ليكم في بدايه الحلقه. مبروك 3 نقاط غاليه جدا في السياسه. يورو واحد من اشهر تعريفاتها هي فن الممكن، ويبدو انه في الرياضه كمان، لانه ده المصطلح الحقيقه اللي ينطبق على ماتش المقاولين امبارح. صفحه وهنقفلها، اهم ما فيها انه انت خدت 3 نقاط في توقيت مهم جدا وصعب جدا، لكن لو هتتكلم كوره ممكن تكون في اسباب كتيره جدا، منها طبعا الحفاظ على اللعيبه، كل واحد نفسه يحافظ على نفسه، وخصوصا في ظل الغيابات اللي هنتكلم عليها النهارده قبل مباراه سان داونز، منها انه التركيز كله ممكن يكون رايح لاهم مباراه، ماتش سان داونز يوم السبت ان شاء الله هيكون اهم مباراه في دور المجموعات، وهو اللي هيحدد بشكل كبير جدا ملامح المجموعه. القصه الحقيقه بيدي لا بيد عمرو، او هيلب يور سيلف، لانه مفيش قدام الاهلي بعد مكسب الهلال للقطن امبارح غير نتيجه الفوز اللي تخلينا نتاهل بدون اي نظر او بدون اي انشغال بنتائج الاخرين. ما عدا ذلك يبقى هنستنى نشوف الاقدار هتعمل او هتوصلنا لايه. وتعالوا الحقيقه استعرض معاكم النهارده طبعا الحلقه كلها ماتش سان داونز، وبالتاكيد هنعدي سريعا على الشامبيونز ليج الاوروبي اللي ابتدت او ابتدينا ماتشاته امبارح. شفنا طبعا المباراه الاهم امبارح كانت تشيلسي اللي تاهل على حساب بروسيا دورتموند. النهارده عندنا كلاش اوف ذا تايتنز زي ما بيقولوا، يعني العمالقه. طبعا ده نتائج امبارح، بنفيكا على كلوب بروج كسب بنتيجه 5-1، وكده اجمالي المواجهتين ذهابا وعوده 7-1، وتاهل بنفيكا البرتغالي. ثم تشيلسي حقق مش عايز اقول المعجزه، ولكن السيناريو الصعب، لانه كان خسر في لندن 1-0 من بروسيا دورتموند، فبالتالي كانت مهمه بروسيا دورتموند على ملعبه اسهل نسبيا، لكن تشيلسي قدر يقلب الترابيزه ويكسب امبارح بنتيجه 2-0 في ضربه جزاء معاده، زي بالظبط بالظبط النادي الاهلي تعرض ليها في الموسم اللي فات، والحكم في ماتش المقاولين على ما اتذكر والحكم رفض اعادتها. واحده من الاخطاء المتكرره للتحكيم المصري، حصلت امبارح حادثه مشابهه في مواجهه بروسيا دورتموند وتشيلسي، يا ريت حكامنا يبصوا عليها. دي ماتشات النهارده. طبعا عندنا الميلان في مواجهه توتنهام، مباراه طبعا فيها كره محترمه جدا، فرقتين عندهم عناصر هايله بصراحه، لكن المباراه الاهم واللي اعتقد انها هتاخد النسبه الاكبر من الاهتمام النهارده هتكون مواجهه بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. فين؟ في الاليانز ارينا، بعد ما قدر الميونخ باي ميونخ انه يكسب باريس سان جيرمان في الجوله الاولى في بارك دو برانس بنتيجه 1-0، في مواجهه النهارده هتكون ناريه على كل المقاييس. خلينا نروح بقى لحساباتنا احنا، قصه سان داونز والاهلي والهلال، ومين اقرب للتاهل عن المجموعه الثانيه في دوري ابطال افريقيا. الموقف الحالي زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه، بعد فوز الهلال امبارح تصدر الهلال المجموعه برصيد 9 نقاط من اصل 4 مباريات لعبها، وبيجي وراه سان داونز في المركز الثاني ب7 نقاط من 3 مباريات، الاهلي في المركز الثالث 4 نقاط من 3 مباريات، كوتون سبورت طبعا خسر ال4 مباريات اللي لعبها، وبالتالي هو بره الحسابات تماما. ليه بقول انه مباراه سان داونز يوم السبت هيلب يور سيلف؟ لانه في حاله مكسب الاهلي ماتش السبت ان شاء الله يتساوى مع سان داونز في الرصيد ويتفوق عليه في المواجهات المباشره، وبالتالي يركب هو في الجدول يبقى ثاني الترتيب بعد الهلال السوداني. لكن هنا في نقطه مهمه جدا، هي مش بس فكره انك هتتخطى سان داونز في جدول الترتيب، فكره كمان ان المباراتين اللي جايين بالنسبه لك هيبقوا اسهل نسبيا. عندك القطن الكاميروني الفريق اللي خسر 4 مباريات في دور المجموعات، وعندك الهلال السوداني بس فين؟ في القاهره، فبالتالي 6 نقاط انت اقرب لتحقيقهم. لكن هناك على الناحيه الثانيه سان داونز والهلال، وصحيح الهلال هيكون متصدر، لكن عنده مواجهه مهمه جدا جدا بالنسبه لها، لانه ايا كانت نتيجه المواجهه، فاز الهلال فاز سان داونز اتعادلوا الاثنين، نتيجه المباراه دي في جميع الاحوال بنسبه 100% هتخدم النادي الاهلي وهتكون في صالحه، لانه واحد من الاثنين هيبعد الطرف الثالث عن المنافسه، ويبقى بكده الاهلي ضمن بشكل كبير جدا التاهل كمتصدر او كمركز ثاني عن المجموعه حسب نتيجته في الجوله الاخيره في مواجهه الهلال. عشان كده مكسب سان داونز يوم السبت، وان شاء الله الاهلي قادر ونجوم الاهلي عودونا وفرقه الاهلي عودتنا ان هم احنا بتوع الصعب، والصعب جاي لنا في جنوب افريقيا يوم السبت اللي جاي. ما عدا ذلك تخلص المباراه على أسوأ تقدير بالنسبه لنا بالتعادل، يبقى هنا هننتظر بقى نتائج الاخرين، واهمهم برضو هتكون مباراه سان داونز والهلال.
هنتكلم عن تفاصيل اكتر. وخليني اروح معاكم النهارده لجنوب افريقيا لسفره ليها بعثه النادي الاهلي بالفعل في الطريق لهناك ان شاء الله يوصلوا بالسلامه. هنتكلم على سان داونز واستعداداته وشكل المواجهه، كل تفاصيل المواجهه ان شاء الله المنتظره يوم السبت معانا في حلقه النهارده. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدا ندخل في التفاصيل. طيب خلينا نروح لجوله. هو طبعا الاسبوع ده اسبوع مو صلاح مفيش شك، يعني بعد الانتصار التاريخي اللي حققه ليفر على حساب مانشستر يونايتد والدور الرائع الحقيقه والمستوى الاروع اللي ظهر بيه محمد صلاح ونجاحه في قياده ليفربول لفوز تاريخي ما حصلش في تاريخ البريمير ليج، وعلى حساب مين؟ على حساب مان يونايتد، على حساب الريد ديفلز ابطال اوروبا وابطال انجلترا بنتيجه 7. الحقيقه يظل صلاح هو نجم الشباك، لكن خلونا كمان نتابع مشوار لاعبينا المحترفين الاسبوع ده في مختلف ملاعب العالم. وتعالوا نبدا طبعا مع انجلترا وتحديدا ليفربول، نجمنا طبعا الفرعون المصري ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح. صلاح الاسبوع ده اتكتب في تاريخه انه الهداف التاريخي لليفربول في بطوله البريمير ليج، شارك في مباراه فريقه طبعا ضد مانشستر يونايتد اللي انتهت بنتيجه 7-0 لصالح ليفربول، شارك لمده 90 دقيقه، احرز هدفين من اجمالي 7 اهداف وكان صنع هدفين. محاولاته على المرمى كانت 3، تمريراته 33 تمريره بنسبه دقه 70% والتمريرات المفتاحيه 3، التمريرات الطوليه 2 نجح فيهم بنسبه 100% وصنع صناعه فرص مؤكده 2 وتقييمه 10. لاول مره بشوف صلاح في فقره الجي بي اس بيوصل لتقييم 10 وفقا طبعا لموقع سوفا سكور. وليفربول حاليا تقدم ليحتل المركز الخامس في ترتيب البريمير ليج برصيد 42 نقطه وقرب جدا يدخل في المربع الذهبي. فوز اكيد هينعكس ايجابا وعشاق ليفربول النهارده بيراهنوا على ريمونتادا كمان قدام الريال، هل تحدث في الشامبيونز ليج ولا لا؟ هنشوف. خلينا نروح لسام مورسي لاعب ابسويتش تاون اللي شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي فاز فيها على بورتون بنتيجه 4-0. سام شارك لمده 90 دقيقه، كان ليه 40 تمريره بنسبه دقه 90% وتمريرات طوليه 2 نجح فيهم بنسبه 100%، خسر الكره 8 مرات والتحامات ارضيه 4 نجح في 3، تقييمه في المباراه 6.8 درجه. وابسويتش تاون بيحتل حاليا نفس المركز اللي احتله الاسبوع الاخير المركز الثالث برصيد 66 نقطه في الليج 1. هنسيب انجلترا طبعا لانه للاسف النني ما بيشاركش ونروح لتركيا. ترابزون سبور محمود حسن تريزيجيه لاعبنا طبعا نجم منتخب مصر ولاعب الاهلي السابق، للاسف فريقه تعرض لخساره امام عمراني سبور في الدوري التركي بنتيجه 2-1. تريزيجيه شارك في المباراه دي لمده 34 دقيقه وخرج بسبب الاصابه، كان ليه 22 تمريره اثناء فتره المشاركه نجح فيهم بنسبه 82%، تمريرات مفتاحيه 1، محاولات على المرمى 3، وخسر الكره 13 مره وتقييمه في فتره المشاركه 6.3 درجه. وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز السادس برصيد 38 نقطه في الدوري التركي، حامل لقب طبعا الموسم الاخير. احمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ولاعب ألانيا سبور شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي فاز فيها ألانيا سبور على بشاك شهير بنتيجة 1-0. أحمد شارك في المباراة دي لمدة 81 دقيقة وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى، 28 تمريرة بنسبة دقة 57%، كي باسز 2، التحامات هوائية 7 نجح في 3، خسر الكرة 14 مرة وتقييمه 7 درجات. وألانيا سبور بيحتل حاليا المركز العاشر في الدوري التركي برصيد 28 نقطة. فرنسا نونت مصطفى محمد، مصطفى محمد شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تلقى فيها طبعا هزيمة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 اللي هيفتقد طبعا جهود نجمه النهارده نيمار. عندنا مواجهة بقت واحدة من كلاسيكيات الكرة الأوروبية بي اس جي وبايرن ميونخ النهارده، مدة مشاركة مصطفى كانت 21 دقيقة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، لمس الكرة 13 مرة، تمريراته 8، خسر الكرة مرتين، تقييمه 6.7 ونونت حاليا يحتل المركز ال 14 برصيد 28 نقطة. سيب فرنسا ونروح ألمانيا. ألمانيا عمر مرموش نجم فولفسبورغ طبعا الألماني، والحقيقه يمكن تقدر تقول اجمالا الفتره الاخيره
عمر مرموش بيشارك بشكل كبير وفعال الحقيقه في مشاركته مع فريقه. عمر شارك في مباراه فريقه الاخيره امام انتراخت فرانكفورت، الفريق اللي تقريبا حسم انتقال مرموش ليه بدايه من الموسم المقبل. المباراه انتهت بنتيجه 2-2. مرموش شارك لمده 85 دقيقه، احرز هدف من الهدفين اللي احرزهم فولفسبورغ. محاولاته على المرمى كانت 3، المراوغات 5، نجح في 2، لمس الكره 39 مره، تمريراته 15 بنسبه دقه 93%، خسر الكره 11 مره وتقييمه 6.7. وفريق عمر مرموش فولفسبورغ بيحتل حاليا المركز الثامن في البوندسليغا الموسم الحالي. امريكا، وامريكا يظهر معانا فيها الحقيقه احمد حمدي اللي عاد طبعا للمشاركه بعد توقف طبعا الفتره الاخيره، الدوري كله كان متوقف. احمد حمدي اللي بيلعب لصالح فريق مونريال الكندي طبعا اللي بيلعب في الدوري الامريكي، وفريق احمد حمدي خسر في مباراته الفريق مباراته الاخيره امام اوستن 1-0. اوستن ده بالمناسبه اللي انتقل ليه عمرو طارق، عمرو طارق اللي هيكون موجود معنا في فقره الجي بي اس، مدافع المصري السابق اللي انتقل للدوري الامريكي، وواجه فريق احمد حمدي طبعا في المباراه دي. انتهت بخساره فريق مونريال بنتيجه 1-0. شارك حمدي لمدة 10 دقائق بس، لمس الكرة فيهم 5 مرات، مراوغات 2، نجح في واحدة فيهم، خسر الكرة مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة 6.4 درجة. ومونريال حاليا بيحتل المركز 28 برصيد 5 نقاط بعد مرور جولتين في الدوري الأمريكي. أحمد حمدي من العناصر الحقيقة اللي أنا بشوفها لابد أن يكون ليها دور مع المنتخب، بس طبعا مساحة مشاركته أكبر ومستواه يعني مع فريقه يعلى في الفترة اللي جاية، وأعتقد واحد من اللعيبة اللي عندها كورة كويسة جدا الحقيقة. أحمد حجازي، رحنا للسعودية واتحاد جدة. شارك حجازي في مباراة فريقه الأخيرة أمام الخليج، والمباراة انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-0. حجازي شارك المباراة بالكامل، أنقذ فرصتين على مدار مشاركته، تمريراته الطولية 17 بنسبة دقة أو نجاح 12 تمريرة، التمريرات الباسز العادية 81 تمريرة بنسبة دقة 91%، خسر الكرة 11 مرة وتقييمه في المباراة 7.4 درجة. طارق حامد، ما زلنا مع اتحاد جدة، نجم خط نص اتحاد جدة طبعا، شارك برضه في نفس المباراة بالكامل، تمريراته 61 تمريرة نسبة دقة 84%، والتمريرات الطولية 2 نسبة دقة 100%، التحامات أرضية 6 نجح في 4 منهم، والتحامات هوائية 1 فقط نجح فيه، وارتكب خطأين فقط، وكان ليه الحقيقة مشاركة في إنقاذ فرقته من فرصتين، تقييمه في المباراة 7.1 درجة. واتحاد جدة حاليا في المركز الثاني وراء النصر السعودي برصيد 44 نقطة. دي كانت فقرة الجي بي اس، ودي كانت أرقام ومشاركات لاعبين الأسبوع الأخير في الدوريات المختلفة. نروح بقى لجنوب أفريقيا، ازاي بيبصوا للقاء؟ هم مدركين تماما هو اللقاء الأصعب، حتى لو كان في فارق في النقاط، وحتى لو كان الترتيب إلى حد ما مش واضح في نفس المجموعة جروب بي في دوري الأبطال، لكن خلينا نشوف واحد من النجوم التاريخيين والكباتن التاريخيين الحقيقه لفريق سان داونز، وواحد من الجيل اللي توج وحقق لقب بطوله دوري ابطال افريقيا سنه 2016 مع سان داونز، وين انسي نجم وقائد فريق سان داونز السابق ومنتخب جنوب افريقيا طبعا هو ضيفنا في السادسه. بدايه نرحب بيه على شاشه الاهلي، وبشكرك طبعا على مشاركتك معنا قبل 72 ساعه من اللقاء المنتظر في جنوب افريقيا وفي مصر. شكرا جزيلا على استضافتي، دوما من الشرف ان اتواجد مع اي منظومه تمثل مصر البلد والاوقات التي قضيتها هناك. كانت تجربه رائعه وتجربه ودوده جدا ومضيافه جدا أنا أتواجد في هذا البلد الكريم. نعم، شكرا جزيلا على تواجدي معكم. شكرا، أهلا وسهلا بيك في أي وقت، وأهلا وسهلا. الحقيقة احنا نعتز جدا بشعوب أفريقيا وخصوصا جنوب أفريقيا وخصوصا سان داونز، اللي الحقيقة بقى لقاء دايما منتظم بين الأهلي وسان داونز دايما في بطولة أفريقيا. خليني أسألك عن رأيك في لقاء السبت المقبل، السبت القادم، وهل بتشوف أو بتتفق مع فكرة إنه المباراة دي هتحدد بشكل كبير جدا فرص الفرقتين المتأهلين عن المجموعة بي في دوري أبطال أفريقيا، ولا مازال المشوار أو مازال القادم يوضح الصورة بشكل أكبر؟ نعم، أعتقد أنها ستكون مباراة قوية لكلا الفريقين وخصوصا للأهلي،
أعتقد أنه لم لا خصوصا لأنه لم يحرز الثلاث نقاط في مباراته على أرضه. الأهلي الآن في مركز سيء. ستكون مباراة صعبة، ستكون مباراة مهمة جدا للأهلي أن يفوز بالثلاث نقاط. حتى لو كان سان داونز كان فريقا قويا وحريص على إحراز الثلاث نقاط، ولكن الأهلي يجب عليه ذلك. ستكون كل الأمور مناسبة لسان داونز. الأهلي يعرف كثيرا عن سان داونز، يعرف كثيرا عن البلاد، ولعب هناك في بريتوريا من قبل، ويعرف أن الأمر صعبا هنا، أن الأمر هناك صعبا. سيكون الأمر صعبا للاعبي الأهلي، ولكن أنا متأكد أن بخبرات لاعبي الأهلي أنهم سيسعون وراء الثلاث نقاط، كما الحال بالنسبة لسان داونز الذين سيريدون أن ينهوا المباراة لصالحهم. نعم، ستكون مباراة حماسية ينتظرها الجميع. سان داونز يعلم تماما أنه ما فيش يعني أمامه غير المكسب، لأنه أي نتيجة غير المكسب قد تعقد من حسابات سان داونز، وخصوصا أنه هيخرج لمقابلة الهلال السوداني. هل تتوقع أن ده يخلي مكوينا المدير الفني يفكر في مواجهة الأهلي بشكل مختلف أو بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي واجهوا بيها في القاهرة؟ Yes, I think definitely. نعم، أعتقد أن بالفعل رولاني موكوينا سيجري بعض التغييرات عن المباراة الأولى. في هذه المباراة سيغير بعض اللاعبين، أعتقد ذلك. وأعتقد أن بعض اللاعبين سيخرجون حينما تلعب داخل بلادك أو على أرضك. ستجري بعض التغييرات وتلعب بهجومية أكبر. لا أعتقد أن الأمر سيختلف كثيرا، ولكن فقط طريقة اللعب. ستلعب ضاغطا منذ بداية المباراة، ستلعب بطريقة هجومية منذ بداية المباراة. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة على الأهلي في ظل ما سيواجهه، ولكن أعتقد أن الأهلي يستطيع أن يعالج ذلك بخبراته ويعتمد أكثر على أجنحته. الأهلي لديه أجنحة مميزة، ولكن بالطبع ستجد بعض التغييرات خاصة على فريق سان داونز. يعني الأهلي ليه الحقيقة في السنوات الأخيرة وما زال طبعا مستمر معنا واحد من نجوم كرة جنوب أفريقيا، هو طبعا النجم بيرسي تاو، وكان قبل كده طبعا مستر بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لسان داونز والمدير الفني السابق لنادي الأهلي. إزاي الجماهير في جنوب أفريقيا، وإزاي جماهير سان داونز تحديدا بتشوف المشوار ده، فكرة انه اتنين من نجوم سان داونز على مستوى القيادة الفنية وعلى مستوى طبعا واحد من نجوم الكرة زي بيرسي تاو اللي بيلعب حاليا مع النادي الاهلي، انتقالهم للنادي الاهلي وظهورهم كممثلين للنادي الاهلي؟ أعتقد أن الجماهير أحبت ذلك فعلا، وترحب ببيرسي تاو في أي وقت وتتابعه في أي مكان، وهو مرحب به في بلده حينما يظهر مع فريق الأهلي، وخصوصا أنه سيلعب على أرض وسط جمهوره السابق. هو سيريد أن يظهر كل ما لديه حينما يأتي. أعتقد أن الجماهير الجنوب أفريقية ستنتظر الأهلي لترى بيرسي تاو وتتوقع ذلك، ولأنها تدعم بيرسي تاو في أي وقت. وسيأتي الكثيرون لمشاهدة الأهلي ومشاهدة الفريق. أعتقد أن عودة بيرسي تاو لجنوب أفريقيا ستكون مهمة في ظل هذه الظروف. هو يعرف كل شيء عن البلاد، يعرف كل شيء عن ملعب المباراة. نعم، أعتقد أنها ستكون مباراته. رأيك في المستوى اللي بيقدمه بيرسي تاو مع الأهلي؟ أعتقد أنه يبلي بلاء جيدا. هو دوما يحاول أن يظل في التشكيلة الأساسية. هو دوما يحاول أن يكون في المقدمة. هو يهتم بنفسه بشكل جيد.
هو ستكون هذه المباراة أعتقد أنها ستكون مباراة هامة له وتكون بداية جيدة، وخصوصا أنه سيريد أن يحرز الأهداف في فريقه القديم. لا أحد يعرف ماذا سيحدث. لا نعم أعتقد أن بيرسي تاو واحد من أهم اللاعبين، هو يستطيع أن يقتل أي دفاع، يستطيع أن يدمر أي دفاع في وجميع الجماهير الجنوب أفريقية تعرف ذلك، وهو يعرف الجماهير جيدا ويعرف الفريق جيدا. سيكون حريصا على أن يفوز وأن يحرز الأهداف. هو يعتاد على ملعب المباراة، أعتقد أنه سيبلي أداء جيدا كما يفعل مع الأهلي، وأتمنى له حظا. بمناسبة الجماهير اللي هتكون في استقبال بيرسي تاو، يمكن معنا خبر أنه فريق سان داونز هيفتح أبواب المدرجات بالمجان لجماهيره عشان تحضر مباراة النادي الأهلي، مواجهتهم مع النادي الأهلي. هل ده بيحصل في كل مباريات سان داونز ولا بيحصل بس مع أو في حالة مواجهة الأهلي المصري؟ هذا أمر اعتيادي للجميع، لجميع الفرق التي تلعب أمامنا. هذا يشكل ضغط على الفرق التي تأتي. نريد جميع المشجعين حينما تلعب على أرضك، حينما تلعب مباراة قوية، مباراة هامة، نحتاج الجماهير والمشجعين أن يأتوا ويدعموننا، فهذا يحدث. هل وين أرنسي معانا ولا فقدنا؟ طيب للأسف يعني مشاكل تقنية مش هنقدر نكمل طبعا حديثنا مع نجم جنوب أفريقيا أو نجم سان داونز، لكن من الواضح زي ما اتكلم فكرة أنه الكل متحمس في جنوب أفريقيا لاستقبال النادي الأهلي. مباراة هتكون صعبة على الفرقتين، يمكن هو قال أنه سان داونز هيظهر بشكل هجومي أكتر، وده الحقيقة أنا أشوفه في مصلحتنا، لأنه أنا بشوف على الرغم من قوة وخطورة سان داونز كفريق من أحسن فرق على مستوى القارة اللي بتلعب كورة، بتلعب كورة على الأرض وعندهم عناصر مميزة جدا، لكن بشوف أن واحدة من أكتر وأقوى نقاط الضعف عندهم هي خط دفاعهم السهل جدا اختراقه وسهل جدا الوصول لمرمهم. فبالتالي رهاننا هيكون على الجزئية دي. نتمنى أن مستر كولر يجد الطريقة أو التشكيلة المناسبة لاستغلال نقاط الضعف في خط دفاعهم، وإن شاء الله بإذن الله المباراة تكون نتيجتها لصالحنا. فاصل ونرجع لحضراتكم. هكذا تعودنا أن تكون المواجهة مع سان داونز واحدة من أصعب المواجهات دايما الحقيقة على مدار تاريخ طويل، بقى واحد من دربيات القارة، وخصوصا أنه دايما الأهلي وسان داونز لازم يجوا في طريق بعض سواء في دور المجموعات أو حتى في الأدوار الإقصائية. لكن ما نقدرش ننكر أنه سان داونز دايما وشه حلو علينا، يعني نتمنى إن شاء الله في مواجهة السبت طبعا نتمنى أن التوفيق يكون معنا. مواجهة قدام عيون الجماهير هي المواجهة الأصعب في دور المجموعات، ويمكن ما احناش شايلين هم قوي ماتش القطن ولا الهلال زي ما احنا بنفكر في مباراه سان داونز، لان الحقيقه عنق زجاجه بالنسبه لنا، ومكسبنا ان شاء الله باذن الله يوم السبت يريحنا بشكل كبير ويدينا الافضليه ويصدر التوتر للهلال وسان داونز، يبقى واحد منهم يعني بيتصارع على الحصول على البطاقه الثانيه للتاهل. لكن بالتاكيد مباراه ليست سهله على الإطلاق، وهتتلعب على تفاصيل كتيرة جدا، أهمها إزاي توقف خطورة سان داونز الهجومية، وتانيها إزاي تستغل ضعف دفاعات سان داونز وتحاول تخطف المباراة. هنتكلم على ماتش سان داونز بعد فوز أعتقد كان ليه مكاسب كتيرة جدا، حتى وإن كان العرض والأداء غير مرضي بالنسبة لكتير من جماهير النادي الأهلي، لكن ده ليه أسبابه ومفهوم بشكل كبير ومقبول، لأنه في بعض المباريات دي اللي يطلق عليها تكسب ولا تلعب. لكن الدفعه المعنويه، فكره انك انت تروح جنوب افريقيا وانت كسبان، فكره انك انت تحافظ على صداره الدوري بفرق 11 نقطه ان شاء الله بعد ما تلعب مؤجلاتك عن اقرب منافسين، كل دي مكاسب بتصب في مصلحتنا قبل ما نسافر لجنوب افريقيا. خليني قبل ما ارحب بضيوفي اقول عفوا انه زمن برشلونه، لان انا النهارده معايا اثنين مدريديين جامدين جدا بيشرفني في السادسه، بلال محسن واحمد مصطفى. مساء الخير يا بلال، مساء الخير يا احمد، اهلا وسهلا بيكم. مساء النور طبعا استاذ احمد، اهلا بحضرتك، وسعيد ان انا معاك ومع احمد طبعا النهارده. وريال مدريد لسه في قلعه البرنابيو في ملعبه وسط جمهوره رايحين نتلقى يعني لسه الشوط الاول، الشوط الثاني في الكامب نو، ملعبنا المفضل اصعب واصعب واصعب، ملعبنا المفضل بعد السوبر كمان، خد بالك لسه السوبر ما يعني ما نارو يعني ما بردتش، ما نارو ما بردتش، فلسه لسه في كلام، لسه في كلام تاني، بس الريال هيكسب ان شاء الله في كاب نو،
ملعبنا يعني المفضل. يعني اعتقد انه سيناريو صعب بس من حقكم تحلموا، يعني ما اقدرش اقول لكم حاجه ثانيه كده. منورين الدنيا قبل مواجهه منتظره وصعبه جدا، كل عشاق وجماهير النادي الاهلي عينيهم على جنوب افريقيا، عينيهم على المباراه الاهم في دور المجموعات، مباراة اللي ممكن إلى حد كبير جدا تحسم إن شاء الله بإذن الله بإيدينا، مش هنستنى حد تاني، تحسم تذكرة التأهل. ولكنها زي ما قلت مواجهة من العار التقيل. شايفين مباراة السبت إزاي؟ وشايفين فرقة سان داونز والطريقة اللي ممكن يكونوا حساباتهم بالنسبه لمواجهه الاهلي المصري ازاي؟ هبتدي ببلال اتفضل. يعني يمكن زي ما حضرتك قلت كده هاخد من كلام حضرتك ان مواجهه الاهلي وصن داونز السنين الاخيره اصبحت متكرره طبعا ودائمه، سواء في دور المجموعات او في الادوار الاقصائيه، يعني تحس ان احنا اشبه شويه بنلعب السوبر المصري لجنوب افريقي مثلا. كل موسم لازم بقى مكرر علينا ان احنا الاهلي وصن داونز في ماتشين او ثلاث ماتشات في السيزون، ولكن الفريق البطل دايما ما بيهمهوش مين المنافس. يعني النادي الاهلي معودنا ان خلال مشواره زي ما حضرتك قلت وش صن داونز بيبقى حلو علينا، احنا تخطينا سان داونز في طريقنا في التتويج بالظبط في التسعة والعشرة، وان شاء الله ده يكون فقل حسن قبل مباراه السبت. مباراه السبت هي في رايي هي مباراه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، اهم واصعب لقاء هذا الموسم. يعني يمكن احنا زي ما بنقول كده احنا اللي صعبناها على نفسنا، واحنا ان شاء الله اللي بايدينا واحنا اللي هنتمسك بكامل حظوظنا ان شاء الله. وهي صعبت علينا برضو يا بلال عشان ندي الفريق حقه، عشان ما يعني لازم يبقى في نظره موضوعيه. الفريق خاض في فبراير مباريات صعبه جدا ومتواليه جدا، وكان في عدد ساعات سفر كبير جدا ورحلات طويله جدا، فانك انت تلعب مع ابطال قارات اربع ماتشات وتلعب ماتشين في دوري الابطال مع الهلال ومع سان داونز، بالتاكيد كان في فاتوره ارهاق لازم تدفع. ده بقى قدر، ده قدر الفريق الكبير دايما والفريق اللي بيبحث عن الالقاب. يمكن في فرق منافسين لينا هنا في مصر بيشاركوا في بطوله او في بطولتين في الموسم، ولكن لو جيت بصيت لكم البطولات اللي النادي الاهلي كان بيشارك فيها لدرجه ان معظم الناس طبعا تلقت خبر اعتذار النادي الاهلي عن البطوله العربيه بترحاب شديد جدا، لان الوقت والمجهود ما كانش هيسمح للنادي الاهلي باكتر من كده، خاصه كمان ان احنا لسه في انتظارنا بطوله السوبر ليج، ودي تحدي كبير جدا بتقام لاول مره مع انديه كبيره. فكل التحديات دي النادي الاهلي قدها، والنادي الاهلي معودنا ان المستحيل ليس اهلاوي، مش شعارات ومش كلام، لا احنا هنتكلم دلوقتي وهنتناول الجانب الفني. هناخد الماتش بالتفصيل ونقرا، نحاول نقرا سان داونز وايه اللي ممكن يكون مختلف في المواجهه اللي جايه عن المواجهه اللي كانت في القاهره. بس خلينا نروح لاحمد، هل شايف انه فوز المقاولين طبعا 3 بونت مهمين جدا ومشوار الدوري بالنسبه لنا مهم، لكن الناس يمكن مركزه اكتر مرتاحه اكتر في مشوار الدوري بسبب البدايه القويه، بسبب فرق النقاط، بسبب تراجع مستوى معظم المنافسين، لكن القلق كله متصدر في دوري الابطال. شايف ازاي ماتش المقاولين وشايف اهم المكاسب اللي ممكن تفيد الاهلي في رحله جنوب افريقيا؟ طبعا مباراه المقاولين زي ما انت قلت يا احمد ان في مباريات كده في الدوري تكسب ولا تلعب، دي حاجه مهمه جدا ان انت حتى في الوقت اللي انت كل تفكير حتى اللعيبه مش احنا بس اللي احنا بنفكر طبعا في مباراه سان داونز ان هي تعتبر زي ما بلال قال ان هي اهم مباراه في الموسم. فاعتقد ان مباراه المقاولين ان انت تكسبها في ظل المستوى المقاولين المميز جدا في الدوري هذا الموسم. شابو كابتن شوقي، دي حقيقه لازم فرقه المقاولين يعني لازم ندي نادي المقاولين حقه. كابتن شوقي غريب طبعا عامل شغل جامد جدا مع المقاولين الموسم ده، واعتقد ان مكسب النادي الاهلي كان مهم جدا في التوقيت ده، لان اللعيبه معنوياتها تروح مباراه سان داونز بثقه كبيره جدا وبثقه عاليه جدا، بالرغم انه كان في بعض الاداء اللي احنا ممكن ما نبقاش متوقعينه، لكن ده طبيعي جدا في ظل ضغط المباريات الكبيره جدا مع حتى البطولات زي ما انت قلت يا احمد. وشايف ان مباراه سان داونز وانا بيني وبينك انا لعيب كوره لو بلعب ماتش زي ده وعندي ماتش سان داونز بعد 72 كله ساعه، انا عايز اخلص من الماتش ده واكسب اجيب الثلاثه بونت باي شكل من الاشكال. لا حد يسالني عن يعني متحفظين طبعا عشان الناس ما تقولكش لا ما كناش احسن حاجه في الدنيا، لكن في النهايه حققنا المباراه. لا طبعا الهدف اللي انت عايزه في الاساس اتحقق اللي هو المكسب، لكن مباراه سان داونز طبعا مباراه مهمه جدا ومصريه، واعتقد وانا شايف من وجهه نظري برغم ان سان داونز فريق مرعب واقوى نسخه لسان داونز هي الموسم ده، وانا عكس كلام اسمه ده مكوينه في المؤتمر الصحفي اللي هو حب يعمل تمويه طبعا المعتاد بتاعهم، لكن اعتقد ان سان داونز عندهم مشكله مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان هم انا شايف من وجهه نظري ان هم في ملعبهم مش اقوى بره ملعبهم، بالرغم ان طبعا الطبيعي جدا ان انت يبقى في ملعبك اقوى، لكن هم بيلعبوا اللعب الضيق واللعب القصير في ظل المباريات اللي خارج ملعبهم، فده متعب للفريق اللي بيلعب عليه قصادهم. فسان داونز حتى شفناه في مباراه الهلال السوداني، اعتقد كسب الهلال السوداني 1-0 على ملعبه. والهلال السوداني كان ممكن يتعادل، فده بنشوف ان انا ثقه طبعا في لعيبه النادي الاهلي، وانا براهن جدا، ودايما النادي الاهلي معودنا على كده على شخصيه البطل دايما بتظهر في التوقيت ده.
والجيل ده تحديدا جداً. كسب فرق تقيله جدا في ملعبها يعني في بطولات افريقيا، وكسب سان داونز، كسبت الوداد وكسبت سان داونز وكسبت الرجاء المغربي وكسبت الرجاء المغربي. لا لا شخصيه البطل. لا وتاريخيا كمان يعني احنا لو نفتكر مع بعض كان انيمبا النيجيري كان عمل رقم كبير جدا، سلسله من الانتصارات ما كانش بيخسر على ملعبه، وصلت تقريبا ل 41 مباراه. مين اللي كسر الرقم وقتها؟ النادي الاهلي مع مانويل جوزيه بهدف عماد متعب. فالنادي الاهلي لا يعني احنا انا بقول لحضرتك بدايه الحلقه كلمه المستحيل ليس اهلاويا مش شعار، لا احنا على ارض الواقع احنا مع موسيماني اول مباراه بعد الكورونا كسبنا الوداد في المغرب 2-0 يعني أي. تاريخنا الحمد لله الترجي في نهائي رادس 2012 عملنا مباراه العمر في رادس مباراه صعبه جدا، مباراه للتاريخ صفاقسي في تونس 2006 لا يعني النادي الاهلي دايما معودنا. عشان كده لما قلت كلمه احنا اللي صعبناه ليه؟ الصعوبه اللي احنا دايما لما بنتحط في موقف صعب او بندخل في مواقف صعبه احنا بنعرف نخرج منها، احنا اللي بنخرج نفسنا. وان شاء الله انا واثق يوم السبت احنا خلي بال حضرتك احنا لو رجعنا لمباراه يعني المباراه الاولى مع سان داونز النادي الاهلي تلقى هدفين، ولكن النادي الاهلي لو بصينا النادي الاهلي اهدر ركله جزاء، النادي الاهلي اهدر هدفين او ثلاثه محققين، النادي الاهلي استحوذ في وقت كبير جدا من الاوقات على كل زمام الامور في على ارض الملعب. هو فريق خلينا نتفق فريق يا احمد تحتار تلعب معاه ازاي، لانه الحقيقه عنده سرعات، عنده مهارات على اعلى مستوى، وعنده مستوى من الانسجام تحلم يحلم جماعي. اي جمهور يشوفه في فرقته في لعب جماعي, لعب جماعي وفي تحركات بدون كوره وفي لعيبه حافظه بعض مش مستنيه بالزبط. والحقيقه مع السرعه ووجود السرعه والمهارات بيخلي الكره تابلو، لكن في نفس الوقت انا بشوفه فريق يعني مهلهل دفاعي، ثغراته كتير جدا وسهل جدا انك انت توصل تشتغل عليه لمرمى. فبالتالي السؤال هنا هل نتوقع سيناريو الاول؟ خلينا نقرا سيناريو المباراه، وعايزكم اكتر تحاولوا تفكروا من وجهه نظر لا مش من وجهه نظر كولر، من وجهه نظر مكوينه، لانه هو كمان يهمه جدا المباراه دي، لانه المباراه دي حد كبير هتحسم واحده من البطاقتين بالزبط. فبالتالي هل يفكر يلعب سيناريو شبه جيم مفتوح ويهاجم النادي الاهلي زي مباراه القاهره يا احمد، ولا متوقع يبقى في تغيير في طريقه التفكير او في طريقه اللعب؟ هو تقريبا هيغير طريقه اللعب، لكن نفس السياسه ما اعتقدش ان هو يعرف. سان داونز ما بيعرفش يدافع، عندهم ثغرات كبيره جدا، لكن طريقه اللعب سان داونز دايما بيلعب خارج ملعبه ب 3 4 3 على ملعبه بيلعب 4 3 3 فاعتقد هو هيغير طريقه اللعب، لعب قدام النادي الاهلي في القاهره ب 3 4 3 وهو هناك هيلعب 4 3 3 وده اعتقد ان هو انسب طريقه هيلعب بيها. برغم كده هو ما بيعرفوش يدافعوا، فدي مشكله. اللعيبه الحريفه دايما احنا متعودين عليهم ان هم ما بيعرفوش يدافعوا، فهم اغلبهم لعيبه كوره بيضيعوا المساحات، عندهم ثغرات كبيره جدا خلف الاطراف، ودي انا شايف ان هي نقطه ضعف كبيره جدا في سان داونز، غير الاثنين مساكين عندهم مشاكل في العرضيات كبيره جدا. وده النادي الاهلي اتحقق فعلا الهدف الاولاني تحسين الشحات، هدف عبد المنعم الاول من الكره العرضيه، والهدف الثاني تحسين الشحات من الطرف. فاعتقد ان سان داونز حتى لو غير طريقه اللعب ما افتكرش ان هو يعرف يدافع خالص، ده اسلوبه. ايوه مشاكله كبيره جدا، جيم مفتوح طبعا. لا انا كمان عايز اقول لحضرتك كمان ان فوز الهلال السوداني بالامس على القطن الكاميروني صعب الموضوع مش بس على الاهلي، لا هو خلى الاهلي وصن داونز الاثنين يوم السبت بيلعبوا باوبشن واحد بس، هو اوبشن الفوز. يعني صن داونز مش هيلعبها حتى لعبه حسابات، لا صن داونز هينزل المباراه عايز يكسب زي ما النادي الاهلي عايز يكسب. هنشوف مباراه فيها كرة حلوه، يعني يمكن المشاهد بقى اللي هيشاهد المباراه بعيد عن الضغوط ما بيشجعش اهلي ولا سان داونز هيستمتع جدا بالمباراه بعيد عن الشد العصبي اللي احنا كمتابعين للنادي الاهلي ومشجعي النادي الاهلي هنبقى فيه في وقت المباراه. ولكن زي ما قال احمد سان داونز بيلعبوا كوره جماعيه، عندهم كمان غير احنا اتكلمنا عن موضوع التحرك بدون كوره واللعب الجماعي، ولكن عندهم خفه حركه. اللعيبه يعني ممكن تلاقي اللاعب في نص الملعب فجاه بتلاقيه بيعمل اوفر لاب وبيضم لقلب منطقه الجزاء. عندهم خفه، هي دي كره جنوب افريقيا احنا بنسميها كره بالظبط. وكمان انا عايز اقول حاجه ان سان داونز تعادل في المباراه الاخيره ليه مع فريق اسمه سليم بوش في الدوري الجنوب افريقي 1-1. المباراه دي شهدت طبعا شهدت هطول الامطار، وده طبعا حضرتك عارف وكل يعني اللي بيتابع كره القدم عارف ان الامطار لما بتنزل على الملعب بتسرع الكوره شويه، يعني بتخلي اللعب كمان ارضيه الملعب ممكن تكون جافه شويه، فالامطار طبعا لما بتنزل بتعمل عمليه تسريع للكره، ولذلك يتجد ان النادي الاهلي او الفرق اللي بتحب تلعب كوره بيطلب ان هو يرش الملعب قبل اللقاء في اثناء التسخين علشان يقدر يمرر الكره اسرع. فاحنا ممكن وارد جدا ان احنا يوم السبت نلاقي فيه هطول للامطار على ملعب سان داونز، ودوت هيساعد سان داونز وهيساعدنا لو احنا لعبنا كوره. يمكن كولر امبارح اتكلم في المؤتمر الصحفي عشان ناخد برده من كلامه، بالعكس ده انا بشوف
بشوف انه ممكن يفيد سان داونز فكره الخفه والسرعه، لكن في الدفاعات ممكن عشان كده انا قلت، عشان كده قلت احنا هنستفاد زي ما هم يستفادوا. يمكن كولر امبارح في المؤتمر الصحفي اشتكى من ارضيه ملعب السلام وقال ان الكوره اللي هو عايز يلعبها وعايز يطبقها قال احنا مش قادرين نمرر الكوره على الارض. اعتقد ان احنا بقى بالظبط واضحه بشكل صريح جدا يعني. فانا اعتقد ان مع الجيل ده من الملاعب انتهى من العالم كله الحقيقه بالظبط. هو بس يعني متبقيه مباراه واحده، مباراه النهائي في بطوله الشباب، ونرجع نلعب تاني ان شاء الله لاستاد القاهره ونقدم الكره اللي احنا متعودين. طب خلينا نشوف تشكيل فرقه سان داونز، وخلي بالكم ان هم ريحوا كتير من اللعيبه في مباراه هو الدوري استعدادا لمواجهه الاهلي في يوم السبت اللي جاي. هم تقريبا ريحوا حوالي هو اهم لعيبه عندهم اللي كنت احمد كنت معاك فيه طبعا مديبه ما كانش بيلعب، ومارسيلو ليندي اعتقد برضو ما بيلعبش، مش ليندي ما كانش بيلعب فعلا مش موجود، ولا مايلولا كان بيلعب طبعا، ولا مايلولا ولا تشالوي، هو تشالوي كان بيلعب تشالوي مورينا كان بيلعب، تشالويلي ومورينا دول من القوام الاساسي، ومادوا الظهير الايمن برضو موجود، يعني في حوالي خمس بس تشالويلي اعتقد ان هو مش هيبدا ماتش يوم السبت. زواني ما كانش موجود، يعني في يعني زواني مايلولا زواني ومايلولا في ومايما الثلاثه اللي في المنطقه، لا مايما موجود برضو، يعني من التشكيل اللي لعب امام النادي الاهلي موجود مايما وموجود تشالويلي وموجود مورينا وموجود مادوا ويكيكانا، يعني خمس لاعبين بس، وكان مغير في ست لاعبين ابرزهم طبعا ويليامز الحارس اللي بيلعب بقدمه كويس جدا. طيب قبل ما اتكلم على الاهلي وعلى مستر كولر وعلى العناصر الاميز لمواجهه سان داونز اللي ممكن تحقق الميشن يعني او المهمه الصعبه، خليني اتكلم على بيرسي تاو. بيرسي تاو واحد من اللعيبه اللي ليها تقولها في جنوب افريقيا طبعا، وواحد من اللعيبه اللي ليها تقولها كمان في سان داونز، حافظ الفرقه حافظ الملعب بشكل كبير جدا. ايه الدور اللي ممكن يلعبه سان داونز، وايه المركز اللي ممكن يشغله بيرسي تاو في مباراه سان داونز؟ يعني بيرسي تاو ليه علاقه طبعا ممتده مع سان داونز، حتى لحد الان سان داونز بيحاول يطلب بيرسي تاو من صحافه جنوب افريقيا جدا بتتكلم على بيرسي تاو. يعني بيرسي تاو لعيب كبير جدا، ويمكن نتذكر له المباراه الاشهر ليه مباراه منتخب مصر وجنوب افريقيا 2019 كان بيلعب منتخب مصر لوحده بالظبط، وهو لعيب لعب في الدوري الانجليزي ولعب في دوري ابطال اوروبا ولعب في يعني مستوى وليفل عالي جدا. فبيرسي تاو احنا نتمنى ان احنا نقدر نستفاد منه في مباراه زي ديت يخدمنا، لانه متعود على الاجواء، عارف طبيعه الفريق السابق ليه سان داونز. طبعا المركز المفضل هو بيرسي تاو، بيشارك طبعا نظرا لاصابه حسين الشحات بيشارك في مركز الجناح الايمن بقاله ثلاث مباريات. يمكن هو مش ظاهر باحسن حاجه، وانا امبارح كنت عاتبت عليه في كره الهدف الثاني، لو معانا كره الهدف الثاني لمباراه المقاولين، وده الخطا اللي انا كره هاني يمكن لو هنشوف التمرير يعني او الباص دخل لجوه قوي، دخل ناحيه ابو السعود. يمكن بص الكره مروان عطيه عمل الباص مميز جدا. بص بيرسي تاو بقى بيجري فين، بص المفروض انا كنت مستني يقف بالظبط، لانه هو حتى الكره دي على فكره متكرره جدا، حتى في مباراه ريال مدريد كان عملها محمد شريف وقطع لجوه قوي، ومفيش حد بيعمل ان هو بيسقط لتحت يستنى الكره. بص حضرتك اهي الكره مع محمد هاني بيكمل بص بيرسي تاو بيكمل هو ممكن في لحظه معينه لو اتلعبت له يقدر، بس هيبقى المسافه بينه وبين حارس المرمى مش هتسمح له ان هو يسددها زي ما كان لو كان استنى او سقط. كان عملها شادي حسين في مباراه الاسماعيلي في المباراه الاولى للدوري، شريف بيعملها منتظر كويس قوي. شادي حسين ده مركزهم ده اعتقد ليه يعني ده دور لا مهم. هو بيرسي انا بشوف انه يعني سريع زياده عن اللزوم، يعني في اوقات بتبقى محتاج انك انت تهدى في الملعب، تاخد اماكن وخصوصا في الكور اللي بيبقى فيها الدفاعات دي. خد بالك خط دفاع المقاولين كله مندفع على بالصعود، فبالتالي هنا انت محتاج تاخد وقفه كده وترجع خطوتين تفضي نفسك، ويبقى عندك المساحه الكافيه انك حتى لو الكره وصلت لك تعرف تفنش من غير ما تكون حد قافل عليك، مساحه الرؤيه والتصويب تقدر تخدمك بالظبط. فيعني بيرسي تاو ممكن يتوظف في حاله طبعا، يعني انا اعتقد ان كولر ممكن يبدا بمحمد شريف في مركز المهاجم بالظبط. يعني شريف امبارح كان هيدخل قائمه المباراه، لكن فضل ان هو يريحه بعد الاصابه اللي كان تعرض ليها شريف في مباراه القطن بعد ما احرز هدف مميز. فاعتقد ان محمد شريف لو بدا هيبدا في ظل طبعا لسه عدم تاكد مشاركه حسين الشحات، اعتقد ان بيرسي تاو هيبدا في مركز الجناح الايمن. وعلى فكره بيرسي تاو بيعمل عمليه الدخول لقلب منطقه الجزاء هو مميز فيها جدا، يعني عنده بيرسي تاو تقدر تشتغل عليه زي ما احمد كان بيقول ان سان داونز بيلعب بلا مركزيه، احنا كمان لو عملنا اللا مركزيه هنقدر نستفاد جدا من بيرسي تاو. كان عملها هو في المباراه الاولى لينا مع اوكلاند سيتي في كاس الكرات، وعملها مع كهربا، عملوها هما الاثنين حلو قوي، والاثنين احرزوا طبعا هدف مميز للكهربا لعبه بالكعب لتاو. فان شاء الله نقدر نستفاد من بيرسي تاو في مباراه زي دي. محتاج تلعب كوره ولا محتاج تلعب
استحواذ، ولا محتاج تلعب ديفنس وهجمه مرتده، محتاج لعيبه كوره، ولا محتاج ناس سريعه؟ يعني الرهان على اي تركيبه مصطفى في ماتش الرهان مش بكره، السبت ان شاء الله؟ ماتش السبت الرهان، الماتش ده بيفكرني الماتش بالظبط بتاع الصفاقس بتاع مانويل جوزيه بتاع 1-1. ماتش لازم يتقسم. الماتش ده المدرب الذكي اللي هو يقدر، انا بالنسبه لي تشبيهه ليه ده نهائي دوري ابطال افريقيا، ده بالنسبه لي النادي الاهلي لو كسبه خلاص اخد يقدر ان شاء انا الله شايف ان هو يقدر كده. المباراه لازم تتقسم اعتقد النادي الاهلي. معلش وانت بتتكلم يا مصطفى، دي لقطات طبعا من تدريبات سان داونز الاخيره وتحضيره، ودي طبعا لقطات من الماتش الاخير اللي لعبه فيه. اعتقد ان النادي الاهلي لو قسم المباراه اعتقد النادي ما ينفعش ما يبداش المباراه مهاجم تماما، لازم يمتص غضب او يمتص حماس. فريق سان داونز، فاعتقد ان النادي الاهلي يبدا المباراه مأمن جدا، واعتقد وجود طاهر هيبقى ليه دور مهم جدا في المباراه، لان طاهر بدنيا مين على الاطراف من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري هيبقى طاهر وبيرسي تاو، لان هو دايما وده شفناه في مباراه القاهره خالص كلنا اتفاجئنا، وما كانتش مفاجاه بالنسبه لسان داونز ان هو عارف، ان زي ما انت قلت يا احمد ان هو عارف اجواء وعارف طريقه لعب سان داونز وحافظهم. فبالنسبه له بيرسي تاو مهم جدا في المباراه دي، ودليل ان هو احتفظ بيه المباراه كلها. فهو فعلا عمل ضربه جزاء في مباراه القاهره، فاعتقد بيرسي تاو هيبقى موجود، محمد شريف هيبقى موجود، طاهر هيبقى موجود جدا، مهم جدا تستغله في المباراه دي، المباراه هيبقى فيها مجهود كبير جدا. واعتقد ان في نص الملعب هيبقى موجود حمدي فتحي، يعني السوليه كنا نتمنى ان هو يبقى موجود، لان المباريات الكبيره دي بجد تبقى محتاجه عمرو السوليه جدا، وجوده كقائد وجوده كعنده شخصيه وبيقدر حتى يتحكم في نص الملعب. لكن هو مقتنع بنسبه كبيره بمروان عطيه، فممكن يبقى ليه دور في المباراه مع تقريبا ممكن يبدا بأليو ديانج ومروان عطيه. انا شايف انه ديانج وحمدي وقندوسي ممكن يبقوا الثلاثي الاقرب. انا عايز اخد من ممكن يبدا بالقندوسي الاول، ما يبداش بالقندوسي. عايز اخد من كلام احمد على عمرو السوليه، وعايز اروح لحته الثغره اللي بتتصدر للناس ان هي السبب فيها علي معلول، اللي هي المساحه اللي دايما في ظهر علي معلول. احنا لو جينا اتكلمنا عن دور علي معلول الهجومي، لو انت وقفت علي معلول وخليته يلتزم بالدور الباك اللي هو المدافع الايسر الصريح، النادي الاهلي مش هيقدر يستغل الجبهه اليسرى تماما. فعلي معلول قوه ضربه للنادي الاهلي، انت ما ينفعش تتعامل مع علي معلول على انه ظهير ايسر عادي. بص لا هكلمك كوره شويه. تمام. ده اللي انا شفته من الاهلي طول عمري، يعني وده جزء من حبي لكره الاهلي، انه الاهلي ما دام بيلعب باتنين ارتكاز الطرفين الباكين اليمين والشمال دول لازم يبقى عندهم المساحه، عشان كده بقى ادوار هجوميه. ومادام لجأت الاثنين ارتكاز اي واحد منهم يغطي الاقرب ليه. تمام. لكن غير كده لو هتكتف هاني ومعلول انا مش محتاج العب باتنين، مش محتاج العب باتنين ارتكاز بالظبط، يعني عشان كده بقى انا خدت رحت لنقطه عمرو السوليه. عمرو السوليه كان قبل الاصابه لو تفتكر يا احمد، وانت حضرتك اكيد متابع استاذ احمد، عمرو السوليه كان بيعمل الحته اللي ورا معلول دي 10 على 10، يعني كان متميز فيها جدا، وما كانش بيحسسنا بالحته اللي هي في ظهر علي معلول خالص. يعني معلول عندي معلش برضو في يعني في نفس السياق اللي انت كافي، معلول عندي هجوميا اتقل بكتير جدا بالزبط. من معلول عندي. عشان كده انا عشان كده بقول لحضرتك انت ما ينفعش تصدر للناس ان في مشكله سببها علي معلول، لا هو علي معلول قايم بواجبات يعني ممكن يكون بيساعد الفريق فيها، بيقوم بدور لاعب او اثنين كمان. علي معلول لما بيكون فايق وشفناه في اكتر من مباراه، يعني مباراه القطن الكاميروني علي معلول عمل مباراه واحده من احلى من افضل مباريات ليه. علي معلول اتحرر تماما، وكانت الحته اللي وراه متامنه كويس قوي، سواء عن طريق محمد عبد المنعم او حمدي فتحي كمان. ولكن انا اتمنى بشكل شخصي ان عمرو السوليه يبدا المباراه دي. عمرو السوليه قوه كبيره جدا جدا في وسط الملعب، بيقفل الحته اللي في ظهر علي معلول، او زي ما حضرتك قلت كده بيميل ويطرف ناحيه علي معلول، بيقفل الحته دي تماما وبيخلي علي معلول يزيد ويبقى عنده اريحيه. في فرق بين ان انت بتعمل التكمله وخايف ان ظهرك يبقى فاضي، زي ما بيحصل حتى عالميا شهيره جدا ارنولد في ليفربول، عشان دايما متقدم، فحتى الكوميكس وكل الكلام اللي بيطلع على ارنولد، الشوارع اللي في ظهر ارنولد خلاص بقت حاجه، يعني ايه حاجه اسطمبه كده، الشوارع اللي في ظهر ارنولد اي مدرب بيلعب عليها، واخرها طبعا فينيسيوس في مباراه ريال مدريد. فلا هي الفكره ما تبقاش مشكله الباك على قد ما هي مشكله مدرب، لازم يحط الريال في اي جمله مفيده. احنا بنستشهد عالميا. واخر حته قبل ما نسيب طاهر، عشان احمد كان اتكلم عن اهميه طاهر. طاهر طبعا ما نقدرش ننسى هدفه المميز في مباراه القاهره التصويبه الشهيره في مباراه ال 2-0 كان الاحمر اللي فات. بالظبط. فطاهر عنده افضليه نفسيه يعني في المباريات دي، نتمنى ان شاء الله. لا طاهر قدم مباراه كبيره على فكره المقاولين. انا عايز اجي لك في خط دفاع النادي الاهلي، لانه واضح يعني لو احنا قسنا حتى على ماتش المقاولين امبارح، لا احنا عندنا مشاكل ما ينفعش تظهر قدام سان داونز. دي حقيقة. ممكن تبقى بسبب الغيابات، ممكن بتبقى بسبب عدم الثبات، والخط ده بالذات للقلب الاثنين قلب الدفاع لازم يبقى في بينهم تفاهم، انسجام، سميها زي ما تسميها، ممكن عشان الاصابات والتبديل فيهم كيمياء، بيبقى في كيمياء بالظبط كده.
غاب ماتش المقاولين امبارح، كان فيه مشاكل كتيره جدا عندنا في خط الدفاع، فبالتالي ازاي هتتعامل دفاعيا في مباراه مع فريق واحد من لم يكن اميس فريق بيلعب كره هجوميه على مستوى القاره؟ ما شفتش فريق في القاره الحقيقه بيلعب كره هجوميه زي سان داونز. بس هاخدك الاول، هسيب لك فتره كده ترتب افكارك في موضوع دفاعيا الاهلي ازاي يبقى منظم قدام سان داونز. وتعالوا نروح نشوف صحف جنوب افريقيا اتكلمت قالت ايه. طيب سان داونز طيب المنشد ده في اي او ال بيقول انه سان داونز بيجهز خمسه من كبار لاعبيه او خمسه من الزعماء يعني اللي مواجهه النادي الاهلي طبعا في بطوله الشامبيونز ليج. هم الخمسه اللي احنا اتكلمنا عنهم، مديبه بالظبط اللي غابوا عن مباراه طبعا مامالدي سان داونز يعني بيكشف عن استراتيجيته لايقاف بيرسي تاو في مواجهه طبعا يوم السبت اللي جاي في مباراه العوده. بيرسي تاو كان واخد جزء ده طبعا على موقع الجول العالمي، وبيرسي تاو كان واخد جزء كبير جدا من اهتمام صحف جنوب افريقيا، واضح انه عاملين له حساب جدا جدا يعني. طبعا يعرفوا قيمته طبعا هناك. طبعا سان داونز هيعطي لبيرسي تاو طعم ما افتقده في الفتره الاخيره. وانا الحقيقه لما قريت العنوان قعدت افكر يعني شغل بالي ايه اللي افتقده بيرسي تاو في الفتره الاخيره. فالحقيقه الكلام كان على اجواء سان داونز وعلى الهوم سيكنس او فكره الحنين للوطن، وبالتالي شايفين انه عودته مره ثانيه. هو بيرسي تاو بمناسبه احمد انضم النهارده استدعوه للمنتخب، استدعوه للمنتخب جنوب افريقيا، وبقى له فتره كان يمكن غايب عن تشكيله المنتخب بسبب الاصابه. طيب طبعا بيرسي تاوز الاهلي اخذ دفعه كبيره جدا قبل مواجهه او الصدام مع فريق سان داونز ده على عهده طبعا ساوث افريكا هيد توبكس. طبعا موكوينا طبعا اون الاهلي، وطبعا الخبر ده لا اساس له من الصحه ممكن فيما يتعلق بالوداد، لكن طبعا رولاني موكوينا المدير الفني مدير فني لسان داونز، الخبر ده بيتكلم على انه في يعني رغبه من اداره الوداد والاهلي يعني بيتابعوا رولاني موكوينا، ويمكن يكون الوداد بيفكر في موكوينا بعد. هو يستحق بصراحه يعني، هو يستحق ومدرب يعني بقى هي الناس بتقلل من الكلمه دي، ولكن هو مدرب مشروع فعلا يعني. موكوينا مدرب مشروع، انا بشوف ان هو قدر ياخد الرايه من موسيماني وكمان المدير الفني السابق لسان داونز، وقدر يشتغل وهو لسه مدرب واعد. هو مدرب واعد، وكون ان هو يرتبط اسمه بالنادي الاهلي او بنادي الوداد وهم ناديين كبار في افريقيا، فدي حاجه بتقول ان المدرب دوت مدرب على الطريق الصحيح. وان كان ممكن ما تحصلش دلوقتي بدليل ان الوداد اصلا تعاقد مع جاريدو من ايام، والنادي الاهلي معاه مدير فني مستقر طبعا هو مارسيل كولر. جاريدو ما بيعمرش انا قلت له ما كانتش كونفدراليه اللي انت خدتها معانا عمال تلف بيها على طبعا على الموسم اللي جاي. بس هو جاريدو مدرب صدامي، هي دي مشكلته. والوداد السنه دي مش الوداد بتاع السنه اللي فاتت، لا خالص. يعني الوداد السنه دي يعاني، ورحل عنه كتير من الاعمده الاساسيه والمستوى اللي ظهر بيه حتى في البطوله. طبعا انا متاكد انه يمكن يكون متشابه معانا شويه في الفرق الكبيره او الفرق المتعوده توصل للمشوار في الاخر نفسها طويل، ويمكن ما بتظهرش بجبروتها وقوتها في دور المجموعات. واحنا شخصيا كاهلي اتعودنا على ده في البطولتين حتى اللي احنا فزنا فيهم وتوجنا فيهم باللقب، طلعنا او تاهلنا الادوار الاحصائيه كمركز ثاني في المجموعه، فبالتالي من الوارد ان الوداد شكله يختلف. ان كنت اشك برضه في ده يعمل استفاقه يعني، نشوف ان هو ممكن فعلا يختلف، ان هو الوداد عنده على ملعبه مهم جدا. طيب قبل ما نروح لترتيب المجموعه الدفاعيه، ايه افضل تنظيم دفاعي؟ يعني حط بقى ورقك على الترابيزه انت في اوضه اللبس، من وجهه نظر احمد مصطفى افضل تنظيم دفاعي تواجه بيه فريق سان داونز، ومين هي العناصر اللي من وجهه نظرك في ظل طبعا المتاح حاليا، انت عارف ان متولي بره طبعا، ففي ظل العناصر المتاحه حاليا مين افضل عناصر ممكن تطبق ده تعتمد عليها يعني؟ طبعا بالنسبه للمتاح اعتقد ان محمد عبد المنعم مع ياسر ابراهيم وجوده مهم جدا، لكن وجود حمدي فتحي في قلبهم ده اللي اهم، لان لازم سان داونز هينزل مهاجم النادي الاهلي، انا متوقع هينزل يهاجم النادي الاهلي بشراسه كبيره جدا. فاعتقد وجود حمدي فتحي في قلب الملعب ما بين عبد المنعم وياسر ابراهيم في بدايه المباراه، وممكن بعد تقريبا يعني بعد فتره من المباراه بعد نص ساعه مثلا تقريبا، ممكن تطلع حمدي فتحي لرقم 6. هتسيب لهم الكوره وتسيب لهم الملعب؟ لا، وده ممكن يمثل خطوره عليك جدا في لا، ما هو انت لو هاجمت سان داونز زي ما عملت في القاهره هيدخل فيك جوه اهداف. سان داونز ما ينفعش تهاجمه بعشوائيه، لازم تهاجمه بفكر، تهاجمه
لان هم عندهم ثغرات، تلعب على الثغرات بتاعتهم، الثغرات بتاعتهم كلها خلف الاطراف. سان داونز اقوى ولا فلامينجو اقوى؟ سان داونز اقوى ولا سياتل ساوندرز اقوى؟ يعني بالنسبه لي انا لعب سان داونز متعب بالنسبه للاهلي جدا، طريقه لعبهم طريقه متعبه جدا. اي لعيب كوره في الدنيا يتعب من الفرقه بتقعد تباص كتير. يعني حتى مانويل جوزيه كده كان في مره كان في كده كان لقطه شهيره باص باص باص، فالباص ده متعب جدا. فسان داونز فرقه، هي دي الفرقه المتعبه، انت يعني الكره هي اللي بتتحرك، تلعب بثلاثه فلات في نص الملعب ولا بالزبط. تلعب باثنين وقدامهم 10؟ لا هنلعب العب بثلاثه في نص الملعب، ثلاثه في نص الملعب، ديانج وحمدي وممكن السلية. لا انا شايف السلية لو جاهز، لو مش جاهز هو جاهز طبيا، يعني السلية جاهز بس ممكن يبقى يعني بس فنيا بقى جاهز. هل فت لماتش، خد بالك ده ماتش تقيل برضه جدا، فانه فريق لعيب يبقى يعني راجع من فتره غياب على مباراه من 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 عيار التقيل كده، برضه محتاجه مستوى معين، محتاجه تبقى رجليه في الملعب، خد ماتش واثنين وثلاثه عشان ماتش مش يبقى محتاج مجازفات فعلا. ممكن مروان عطيه يبقى مروان وديانج وحمدي، وحمدي يسقط ورا عبد المنعم وياسر ابراهيم في بدايه المباراه. عبد المنعم وياسر ابراهيم، متفق يا بلال؟ انا يعني انا ليا رؤيه بس يعني ما اعتقدش ان حاله، لو حاله خالد عبد الفتاح تسمح وهو لائق طبيا 100%، انا اتمنى في يوم ان اشوف محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح قلبي دفاع في النادي الاهلي. اتمنى يعني بص هيفكوا الضغط بصورة كبيرة جدا جدا جدا، وهيشيلوا العبء عن خط وسط النادي الاهلي بصورة حضرتك يعني لا تتخيلها، لان محمد عبد المنعم اوريدي اصلا شايل جزء كبير جدا من الضغط بسبب هدوءه وثباته الانفعالي واجادته للخروج بالكرة. يعني محمد عبد المنعم ستايل مختلف تماما، انت ممكن تكون الكرة جاية كرة عالية اي مدافع هيشتتها لا محمد عبد المنعم ممكن يفضي لنفسه مساحة ورا في ظهره عشان خاطر يستلم ويبدا الكره من 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 بدايتها. كذلك خالد عبد الفتاح شفناه في مباراه الزمالك عمل الدور ده بشكل مميز جدا، فانا اتمنى في مباراه خبرات خالد سنة. الافريقيه ما تقلقكش شويه؟ لا انا ما تقلقنيش، انا اختلف مع بلال الصراحه. لا انا ما تقلقنيش، انا حته الخبرات دي مهمه، وان انت كمان في دي مباراه اللا مجازفه، مباراه يعني الموسم مفيش مجازفات فيها. انا بشوف في خالد عنده الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها. انا بشوف في خالد الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هي خفه الحركه. خالد لعيب خفيف جدا، صعب ان انت تعمل معاه دوران، صعب ان انت تاخده فنت او الكلام ده كله. على فكره عمل مباراه كبيره جدا امام فلامينجو واتظلم في الطرد، كان ماشي كويس جدا وكان بيأدي الدور بتاعه بدور مميز جدا. كمان هيساعدك في حته ان هاني لما يزيد، وزي بقى ما قال احمد في موضوع حمدي فتحي، حمدي هيخش للخط الدفاع ونفرد الخط بثلاث لاعبين، هاني يقدر يعمل الزياده بالظبط. تقدر تستفاد من خالد وقتها ان هو هيغطي مكان هاني، والناحيه الثانيه لو السوليه بدا على حسب حالته هيغطي مكان معلول. انا شايف ان دي الطريقه دي. انا لعيب الكره دايما في اي فريق كل الناس بتدور على ميسي، ليه منتخب الارجنتين خد كاس العالم بميسي؟ ليه؟ لان ميسي الوحيد اللي عنده القدره انه يفك الضغط عن زمايله. كل لاعب كله بيدور في الملعب، يعني محمد الشناوي لما بيجي يبدا الهجمه بيدور على اول واحد بالنسبه له اوبشن هو محمد عبد المنعم، لان عارف ان عبد المنعم لما هيمسك الكوره حتى لو ضغط عليه هيتصرف صح. اما اللاعب اللي كورته ممكن يكون عنده صفات الرجوله والقتاليه والروح والتدخلات والتايمنج وكل حاجه، ولكن وقت الضغط لو اتضغط عليه مش هيقدر يتصرف بصوره صحيحه. فانا هي دي النقطه والبوينت اللي انا بتكلم فيه، حته خالد عبد الفتاح مع محمد عبد المنعم هيفك الضغط بشكل كبير جدا على لعيبه خط وسط الملعب، هيحرروهم شويه، هيقدروا يخلوهم يعني يساعدوا في بدايه الهجمه، مش هيضطر مثلا في وقت من الاوقات زي ما كنا بنشوف قفشه بينزل لحد نص ملعب النادي الاهلي، وكان في كلمه شهيره جدا لريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي انا فاكرها لحد دلوقتي، كان دايما بيطلب من لاعبي وسط الملعب يقول لهم ما تستلمش الكوره او ما تطلبش الكوره في وسط ملعبك. لعيبه الوسط كلها اطلب الكوره في نص الملعب الثاني. عشان كان دايما لو احنا نفتكر كان بيلعب بخط الدفاع فايلر كان متقدم جدا. فكل دي انا اتمنى ان ده. وعلى فكره احنا بالمناسبه لو رجعنا لفايلر احنا مش بنتكلم بقى يعني مش بنبكي على الاطلال ولا الكلام ده، لا هي كل مرحله وليها رجالها. ولكن احنا قدمنا افضل عرض في جنوب افريقيا مع سان داونز مع ريني فايلر، لو تفتكر حضرتك احنا تقدمنا عليهم بهدف علي معلول، احنا قدمنا كره محترمه جدا مع ريني فايلر بالظبط. لا انا بتكلم تحديدا مباراه سان داونز في جنوب افريقيا، احنا تقدمنا على سان داونز هناك 1-0 وعمر السوليه بعدها بدقائق اهدر فرصه لو حضرتك تفتكرها يمكن معلقه مع الناس كلها، يعني كان هيبقى 2-0 للنادي الاهلي. انا مش بتكلم سيبك بص يعني طبعا الجمهور عينه والاداره عينها والجهاز الفني واللعيبه عينها على الالقاب والارقام بالظبط، لكن انا بكلمك دلوقتي ملعب، بكلمك كوره. انا كوره الاهلي مع فايلر كان نازل كسبان 3 بدايه المباراه، نازل كسبان 3-4 بتقول الاهلي هيكسب كام النهارده فعلا. فلا انا بتكلم هنا على تقييم شغل مدير فني، ترجمته بتحصل ازاي في الملعب. لعل بقى
تكسب بقى تخسر بقى، انت رحت خسرت من النجم الساحلي، لعبت النجم الساحلي في تونس، مطرود منك ايمن اشرف في بدايه المباراه ولعبت عليه جيم عالمي طبعا طبعا، وانت بتلعب مع فريق تقيل وبتلعب في تونس يعني وبتلعب بره ارضك ورغم كده لعبت جيم عالمي يعني. ما هو شفت بقى احنا الكلام خدنا لايه بقى يا استاذ احمد، ان احنا رحنا لسيريت فايلر بناء على شغل الراجل، شغل الراجل لسه في الاذهان ليه. انا بقول لحضرتك هو كان بيطلب من لعيبه وسط الملعب يقول لك ما تطلبش الكره غير في نص ملعبك، هو الراجل مش عايز يعمل الضغط اللي احنا في اوقات كتير احنا بنضغط نفسنا، لا احنا لازم في مباراه زي دي بالتحديد، وده انجح سيناريو يعني. احنا واجهنا سان داونز مع لاسارتي، واجهنا سان داونز مع وموسيماني مدير فني للنادي الاهلي، ومع فايلر ومع مارسيل كولر في النسخه الاخيره في مباراه الذهاب، فاحنا لينا تجارب عديده مع سان داونز. افضل تجربه واكتر مباراه قدرنا نطلع منها بمكاسب ونقدر نظهر بشكل كويس مع فايلر في جنوب افريقيا. فانا عشان كده بتمنى ان احنا نلعب بنفس السيستم ونفس النهج، خاصه ان معظم اللعيبه اللي شاركت في المباراه دي على فكره موجودين، عمرو السوليه ومعظم الجيل ده شارك مع فايلر. تعالوا بسرعه نروح لجدول الترتيب ونقرا كده نتائج الفرق وترتيبهم في المجموعه، يفرض على كل جهاز فني او كل مدير فني يفكر في المواجهه دي بشكل معين. سان داونز مدرك تماما انه طبعا دي كل المجموعات الوداد. طيب سريعا جدا نعدي على المجموعه ايه، هل في حاجه فاجئتكم؟ هل من دلوقتي بان شكل الفرقتين اللي هيتاهلوا عن كل مجموعه؟ في المجموعه ايه يا مصطفى؟ الوداد وبترو اتلتيكو وشبيبه القبائل وفيتا كلوب. اعتقد لا مفيش مفاجاه خالص، بترو اتلتيكو على فكره فرقه اعتقد ان هي تبقى الفتره الجايه تبقى مزعجه، وده شفناه الموسم اللي فات. المجموعه بي الهلال، مين اقرب يا مصطفى في المجموعه ايه؟ الوداد وبترو اتلتيكو. شبيبه القبائل مستبعد؟ لا مستبعد. بلال تقول لنا مجموعه بي مجموعه وهنقف شويه مع المجموعه بي معلش. تمام. المجموعه بي طبعا مجموعه النادي الاهلي والجروب اللي بيضم النادي الاهلي الهلال بياتي في الصداره، عنده 9 نقاط من 4 مباريات، يمكن خسر مباراته الاولى امام سان داونز في الدقائق الاخيره بهدف واحد في جنوب افريقيا، قدر بعدها يفوز على النادي الاهلي ويفوز على القطن الكاميروني ذهابا وعوده. بتنتظره مباراتين، مباراه مع النادي الاهلي في القاهره المباراه الاخيره، ومباراه مع ماميلودي سان داونز في ام درمان. بياتي في المركز الثاني سان داونز اللي خاض ايضا 3 مباريات، قدر يفوز في مباراتين ويتعادل في مباراه مع النادي الاهلي خارج ملعبه، ودي برضو نتيجه ايجابيه. النادي الاهلي خاض 3 مباريات، فاز في مباراه وتعادل في مباراه وخسر مباراه. القطن طبعا القطن الكاميروني شارك في 4 مباريات طيب. خسرهم جميعا، بياتي في المركز الاخير بدون نقاط. خلينا نقرا المجموعه دي شويه ونقف كده مع معانا الارقام، يا ريت ثبتوا لنا الارقام شويه على الشاشه عشان نوضح الصوره. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله خساره النادي الاهلي بكره، يبقى احنا خرجنا من دور المجموعات ومفيش اي امل ان احنا نكمل. التعادل والفوز ياثروا ازاي على مشوار النادي الاهلي وفرصه في التاهل على المجموعه؟ هنتكلم فيه مع بلال واحمد بس بعد فصل سريع ونرجع لحضراتكم. هنعدي تقدر تقول هنعدي بسرعه كده، نرجع لكلامنا قبل الفصل، كنا بنقول انه لا قدر الله لا قدر الله ان شاء الله باذن الله سيناريو مستبعد انه الاهلي لو خسر تبقى كده ودعنا البطوله. قدامنا حل من اثنين، يا اما التعادل على اسوأ تقدير، واما المكسب والمكسب ينقلنا نقله تانية خالص، وبالتاكيد ده في الحسابات. هل تفكر اكتر انك تامن نفسك بدل ما تخسر وتطلع بره البطوله، تاخد بونت من سان داونز وتستنى تنتظر المواجهه او الكلاش بين سان داونز والهلال على اساس حد منهم يعطل التاني، ولا تحسم الامور وتلعب بالكل في الكل وتراهن على سيناريو مكسب مباراه بكره؟ كيف يفكر كولر؟ إيه طبعا احنا متفقين انه او اتفقنا انه السيناريو الافضل بالنسبه لنا الفوز وتصدير التوتر للهلال وسان داونز، وخصوصا ان هم هيتقابلوا في الجوله اللي جايه. فشايف ممكن يبقى التفكير ايه؟ تامن نقطه افضل وتحافظ على بصيص من الامل، ولا تلعب الكل في الكل وتركز على انك انت تكسب ماتش بكره؟ لا هبدا بمصطفى يلا. لا انا شايف ان انت يعني في موضوعيه في المباراه، لازم تبقى موضوع تقسم المباراه، ما طبعا مش تلعب من الكل في الكل دي تبقى صعب. بلاش الكل في الكل بس احنا مغامر. بتشوف كولر مدرب جريء جدا جريء جدا بعد ماتش الريال بالنسبه لي مدرب جريء ومغامر غريب يعني ما بيخافش ناقل الثقه والشخصيه والجراه دي للعيبه بتاعته. ممكن يجي يفاجئك يعني، كندوسي ممكن يبقى لسه جاي وتلاقيه بيبدا المباراه عادي جدا وما عندوش مشكله. عنده ثقه في كل اللعيبه، فانا بحب المدربين اللي هم عندهم جراه وثقه يعني. تمام. طبعا احيانا ان الجراه ديت بتبقى ليها حسابات يعني، ما ينفعش برده في فرق بين الجراه والتهور. فطبعا هو جريء ومغامر، فلكن المباراه دي محتاجه ان انت يبقى ايه
تبقى بتفكرني بمدرب المغرب. مدرب المغرب كراكي كان بيلعب المباريات اللي هي بتاعه خروج المغلوب دي بذكاء شديد جدا. الناس كلها كانت بتقول عليه ان هو متحفظ وبيدافع، لا هو كان بيقسم المباراه. يعني هو كان بيلعب على لعبه معينه اتحققت معاه في مباراه اسبانيا، مباراه البرتغال، لكن ما جاتش غير في مباراه البرتغال. اسبانيا ما حصلتش وكسب ضربات جزاء. فانا اعتقد ان مباراه يوم السبت ان شاء الله لازم تتقسم زي ما قلت لك يا احمد، يبدا المباراه مامن ويبدا الشوط الثاني. مش هقول لك بقى ما فيهاش حل غير الكل في الكل ساعتها. يعني الكل في الكل في الشوط الثاني. انا شايف ان ده الحل، ان الاهلي لازم يكسب. الملعب والجمهور يدوا افضليه بلال في ماتش سبت ولا ده بره الحسابات؟ لا، الملعب والجمهور يدوا افضليه لاي حد. يعني الملعب والجمهور الملعب دايما بالمجان وعاملين حفلات غنائيه كمان بس بالمناسبه، بس عشان قبل ما نعدي الحته دي، هم مش عاملين كده مع النادي الاهلي بس علشان بعض المواقع اللي اتكلمت زي ما بعض المواقع اتكلمت وقالت ان هم عاملين كده مع النادي الاهلي. لا، هم عملوا كده مع في كذا مناسبه ان هم يفتحوا الملعب بالمجان امام الجمهور. فطبعا الملعب والجمهور يدوا افضليه، ولكن انا عايز اقول ان دي مباراه التفاصيل الصغيره. لو كنت لابس اصفر يوم السبت يبقى انت تخش الملعب ببلاش. خش الملعب. برازيل افريقيا بصراحه هم بيقدموا كره ممتعه جدا وبيلعبوا كره، حتى تلاقي عندهم دايما محترفين من امريكا الجنوبيه. الاندي ده اغلى لاعب. الاندي حتى في التشكيله الاساسيه. فانا بقول لحضرتك دي مباراه التفاصيل الصغيره، يعني وارد جدا تحسم اللقاء زي ده من ضربه ثابته. وهم على فكره بالمناسبه مش مميزين في الكرات العرضيه او في الكرات الثابته. انت تقدر تخترق، تقدر تلعب الكره بين مدافعي سان داونز زي ما شفنا كره الهدف الاول لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم قدر يوجه الكره ويتحرك بدون اي مضايقه من لاعبي سان داونز. فهم عندهم ثغرات لو اشتغلنا ولعبنا عليها. انا بقول لحضرتك دي مباراه التفاصيل الصغيره. في المقابل لازم انا كمان اخلي بالي، واخلي بالي قوي من زي ما التفاصيل الصغيره هتخدمني، كمان التفاصيل الصغيره ممكن تخلص عليا لا قدر الله. فالتفاصيل الصغيره في المباريات ديت ان انا انزل في الاول العب بتوازن، مش هقول بتحفظ، بتوازن. ابدا يعني اخليهم في الاول، هم كده طبيعي هيستغلوا الشحن المعنوي للجمهور والحضور الجماهيري الكبير جدا، وينزلوا يحاولوا يبغتوا النادي الاهلي بهدف مبكر يربك الحسابات ويحبط النادي الاهلي بلغه الكره كده، يهمد النادي الاهلي. فانت النجاح الحقيقي ليك انك تطلع من اول 35 اول 35 دقيقه تحديدا بدون ما يتلقى مرماك هدف. بعدها تقدر تقف على رجلك في الملعب، خلاص تقدر تجاريهم، خاصه كمان موضوع اللي كنا بنتكلم فيه في الفاصل، موضوع قله الاكسجين الجو. بالظبط. فانت محتاج محتاج على الاقل اول نص ساعه تبدا تاخد على الاجواء، اجواء الملعب، اجواء الجو. زي ما قلنا ممكن يكون في امطار، كل الكلام دوت انت هتستكشفه في اول نص ساعه. مهم جدا انت ان وانت بتستكشف الاجواء ديت كرويا ومناخيا وكل الصعوبات دي ما يتلقاش مرماك هدف ابدا. دي انا بالنسبه لي النجاح والتحدي في اول 35 دقيقه تحديدا، ان انا ما يتلقاش مرمى هدف. ابدا بعدها بقى انفذ فكري الهجومي والعب زي ما حضرتك قلت الكل في الكل، مش خسران حاجه. ممكن في اخر الشوط الاول لو قدرت اطلع بهدف او مع بدايه الشوط الثاني يبقى فيه كلام تاني. طيب العوامل ارتفاع عن سطح البحر ونقص الاكسجين، هل 48 ساعه كافيه؟ انت مسافر النهارده، توصل النهارده بالليل، يعني تبتدي خميس وجمعه تحضر للماتش وتلعب السبت، وخصوصا مع تصريحات خبير التغذيه انه ممكن بعض يعني الطرق او استخدام تغذيه معينه تقدر تتعامل بيها مع اختلاف الاجواء ومع نقص الاكسجين. وايضا يمكن حتى احمد كان بلال كان بيتكلم يا احمد على فكره انه في بعض الطرق النهارده اللي موجوده في اوروبا من خلال ماسكات معينه، تمرينات معينه تقدر تتعامل وتعمل تاقلم على اي تغيرات في الاجواء. اعتقد ان هي ما كانتش كافيه طبعا، لكن انا كنت شايف ان مباراه المواليد كانت لازم تتاجل. اعتقد لازم تتاجل، بس اللي حصل يعني احنا مش هنقدر نتكلم غير في الواقع دلوقتي. لعيبه الاهلي خلاص بقى عندها خبرات، وطبعا الموقف صعب جدا، لكن عايز يعني اشوف النادي الاهلي يتفرج على مباراه الصفاقس. يعني مستر مانويل جوزيه ساعتها عمري ما هنساها المباراه دي. النادي الاهلي قسم المباراه بالظبط، لعب الشوط الاولاني بثلاث ديفندرات زي ما بلال قال، ما يدخلش فيك هدف في الشوط الاولاني تماما في الصفاقس في تونس. دي ماتشات انا ما احبش اشوفها تاني. ما احنا هنشوفها. تفتكر يعني الشوط الثاني راح نحول طريقه اللعب. اكوتي منساه خرج في الدقيقه 40. لو الدقيقه 40 قسم المباراه حتى لعيبه الاهلي قعدت تحكي، وراح منزل في 90 دقيقه، رغم ان طبعا فرحه عارمه بطوله، عشان كده عشان صعوبه البطوله بقت بطوله لا تنسى، والماتش ده ما بقى محفور في الذاكره والتاريخ. بس تبقى بتشوف 90 دقيقه كجمهور بقى صعبين جدا. علشان كده قلت لحضرتك يا بخت اللي هيتفرج على الاهلي وصن داونز وهو ما بيشجعش فريق من الاثنين هيستمتع. اما اللي بيشجع لا، الضغط العصبي عليه هيبقى صعب جدا النهارده. مع يعني طبعا عشان اهميه ماتش السبت صن داونز والاهلي ما غطيناش قوي الشامبيونز ليج، لكن النهارده زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه في ماتشين مهمين جدا، اهمهم طبعا
بايرن ميونخ وبي اس جي مباراه العوده بعد ما تفوق البايرن في مباراه الذهاب في باريس بنتيجه 1-0. النهارده أليانز أرينا هيستضيف مباراه العوده، فرص وحظوظ كل والفرقتين الحقيقه من الفرق المرشحه للتتويج بالبطوله، واللي هيعدي النهارده تبقى فرصه كبيره جدا في انه يكمل المشوار. نشوف بلال واحمد اخبار ماتش النهارده معاهم ايه. احمد، انا شايف ان بي اس جي هو اللي هيكسب النهارده. مفيش نيمار عارف، مفيش نيمار يقدر يكسب بايرن ميونخ في المانيا. فالمانيا عوده امبابي هتبقى مهمه جدا، واعتقد هتبقى سبب كبير في الماتش. والله انتوا مديني امبابي ده اكبر من حجمه. لا لعيب كويس. لا 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 مجتهد. لا مجتهد. مجتهد. لا لعيب كويس قبل النهائي كاس العالم ولا بعد النهائي كاس العالم؟ انا مسميه الخارق بصراحه. الخارق في السن دوت بيوصل للهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، لاعب اثنين واخد بطوله كاس عالم ولاعب فاينل كاس عالم ورا بعض. لا لا امبابي يعني لما يوصل لسن رونالدو وميسي مرشح ان هو يتخطاهم كمان. لا لا مبابي انا بقول عليه الخارق. لو عندك صفقتين تختار منهم واحده يعني مجازا للفريق اللي بتحبه، مش هقول لك نادي الاهلي عشان اقول لك ازاي النادي الاهلي، بس يعني الفريق اللي انت بتحبه لريال مدريد. ريال مدريد بس واحده من الاثنين، تختار ايرلينج هالاند ولا تختار كيليان امبابي؟ وانا مغمض كده مبابي. امبابي امبابي على طول. امبابي لانه اصلا امبابي يعني اتولد عشان يلعب في ريال مدريد. بطريقه لعبه واداءه وكل حاجه. هالاند ممكن ما ينجحش في فرق بين الاثنين، ممكن ما ينجحش في اي فرقه. لان هالاند عايز السيتي تحس ان هي مرسومه عليه، كلهم بيهاجموا وهو ما بيتوصاش. السؤال الاخير، بعد انتصار الساحق لليفربول في الانفيلد على مانشستر يونايتد، يقدر يكرر ده مره ثانيه قدام الريال في البرنابيو؟ لا طبعا مستحيل. لا طبعا مستحيل. محمد صلاح ابن بلد. لا انا اقول لحضرتك، انت سالت على صلاح. سالت لا لا انا اقول لك على حاجه. سالت على ريال، سالت على ريال مدريد قبل ما تسال السؤال ده. صعب جدا. نورت الدنيا، نورت الدنيا. نورك احمد. شكرا جزيلا احمد مصطفى وبلال محسن المتالقين كالعاده، استمتع جدا بوجودهم معانا في سادسه. شكرا لكم. شكرا استاذ احمد. باذن الله لقاءنا اللي جاي ان شاء الله باذن الله نبقى بنتكلم على تخطي الاهلي لسان داونز وفرص ان شاء الله للمنافسه. نروح لبعيد شويه بقى، عايزين نخلص من دور المجموعات بس ان شاء الله نعدي عقبه سان داونز، وبعد كده لكل مقام مقام. اشكركم مره ثانيه وبشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير. دايما نتقابل في السادسه. تحياتي ليكم.